مساء الخير. خلصت كده الشغل في المكتب، طلبت معايا اروح نستكشف بقى ضواحي طنجة والمدن اللي جنب طنجة. هروح مدينة كده او قرية ساحلية صغيرة اسمها القصر الصغير. يلا بينا نروح نستكشفها مع بعض ونعرف تاريخها ايه. يلا بينا. قرية القصر الصغير هي قرية جميلة جدا على بعد 35 كيلو من طنجة، موجودة بين طنجة وتطوان. الطريق كله ملفات زي ما انتوا شايفين، لكن طبيعة وحاجة جميلة جدا هنشوفها دلوقتي. طنجة يا جماعة هي من أجمل مدن المغرب، شوارعها جميلة جدا، المباني حتى المرتفعات، خطوط الكونتور اللي جوه. احنا هنا بقى واخدين الطريق، هناخد طريق الساحلي طريق البحر الأبيض، نمشي بقى لحد قرية القصر الصغير. لكن ما ينفعش أقول إن شوارع طنجة هي أحسن شوارع في أو أحسن شوارع لمدينة في المغرب كلها، لأن كل مدينة تلاقي فيها ميزات أحسن من المدينة التانية، ودي من مزايا المغرب. يعني تروح الحسيمة مثلا جميلة جدا، أجادير جميلة جدا، فمدن المغرب ما شاء الله هتحس في تنافس بينها وبين بعض، ما عدا كام مدينة بقى هي اللي هي لسه تحت التطوير. هنا بقى احنا ماشيين في شوارع طنجة، على يمنا محطة القطار الشهيرة في طنجة بقى والمشهورة بالقطار البراق اللي هو خلاص هيوصل لحد مراكش عشان كأس العالم، ويقابلك الفنادق الخمس نجوم قدام منك على طول. يلا بقى نمشي ناخد طريق البحر. لسه في طنجة، الشارع ده معرفش اسمه ايه بس حاجة ولا في الخيال. يا سلام لو الاخر ده بحر، ده بحر ولا اه بحر، بس اخر الشارع بحر، حاجة جميلة جدا. هتبقى الحلقة دي كلها عن الطريق بس، لان الطريق طويل حوالي 35 كيلو، فهنصور الطرق بعد كده بقى الحلقة اللي بعدها تبقى.
يبقى المناظر اللي بتقابلك طول الطريق. يلا نكمل. هنا كده احدى القلاع التاريخية. خلي بالكم القصر الصغير اللي احنا رايحينها دي مش قرية كده جديدة ولا حاجة، ده مدينة تاريخية ومعمولة من ايام الفينيقيين، هنتكلم عنها لما نصور قرية القصر الصغير، بس نشوف الطريق وجماله الاول. قرية القصر الصغير اللي احنا رايحينها دي كانت محطة مهمة بالنسبة للتجار ما بين أوروبا وأفريقيا من زمان، وعليها العين، وفي هناك القلعة البرتغالية هنشوفها لما نروح هناك. لكن الطريق بين طنجة والقصر الصغير حاجة ولا في الخيال، ما شاء الله جميل جدا. أنا اختصرت لكم كتير، يعني أنت لازم تبقى تيجي تروح تزور الطريق ده تمشي فيه. وقرية القصر الصغير لقيتها حاجة حلوة أوي، هنشوفها في الحلقة اللي جاية. تعتبر مصيف جميل جدا. وطول ما احنا ماشيين في الطريق اسبانيا انت شايفها على شمالك، يعني لو معاك عدسة او كاميرا الزوم بتاعها كويس ممكن تشوف الناس اللي ماشية في الناحية التانية في اسبانيا. يلا بقى نستمتع بالمناظر دي لحد ما نوصل. كده احنا خلاص وصلنا قرية القصر الصغير، هي فعلا قرية صغيرة مش كبيرة، لكن فيها ميناء من اكبر الموانئ في المغرب. ميناء يعني مش اي كلام، يعني ميناء مهم. ده كده احنا في جوه القصر الصغير، هنشوف بقى الحلقة اللي جاية. دخلت القلعة، هنشوف مع بعض القلعة بقالها 500 سنة، القلعة البرتغالية بقالها اكتر من 500 سنة. دخلنا اتمشينا جوه وتعيش حياتك كأنك في بيتك، نشوف المتحف اللي جوه. استنونا في الحلقة اللي جاية.